مساء الخير، احمد مصطفى فرج، دفعه 2020، طب اسكندريه. هتكلم عن الاوبتيك نيرف ونيورو اوفثالمولوجي. اول حاجه هتكلم عنها الاوبتيك نيرف. طب هنقول عنه ايه؟ دوت موضوعنا اللي كل قصتنا بتدور حواليه. هنقول عن الاوبتيك نيرف ايه؟ هنقول عنه لينس كورس بلاد سبلاي. ديت المقدمه في انتروداكشن في الكتاب، مهمه جدا، مهمه. بيسالوا فيها اللينس بتاعه 4 سنتيمتر، الكورس بتاعه بيعدي اول من ورا الريتنا، من الريتنا يعدي من اللامينا كريبروزا. بعد ما يعدي من اللامينا كريبروزا، المصفى الخرم الصغير دوت يبدا ياخد حريته. اعطيني حريتي، اطلق كده، يبدا يستغطى بالمايلين شيز، يبدا يستغطى بالمايلين شيز. قال لك بيستغطى كمان بايه؟ بالمننجيال شيزز. فهو يعتبر من التراكت اوف سنتر سي ان اس. بيتقسم اناتوميكلي لاربع بارتس، فور بارتس. انترا اوكلر، العين بتاعتنا اوكلر واوربت. الاوكلر الجزء اللي قدام، الاوربت التجويف الكبير كله اللي فات والباسلز كل ده. فالاوكلر ده جزء صغير، ده 1 ملم بس، من 4 سم. لكن الاوربيتال، الاوربيتال ده الجزء الكبير، التجويف الكبير ده اكبر جزء، مهم جدا الاطوال دي، مهم جدا الاطوال دي، 4 3 سنتيمتر. انترا كانيكولر 6 ملم. انترا كرانيال ده ربنا يكملك بعقلك، عقلك صحيح، واحد صحيح، 1 سنتيمتر ده جوه المخ، ده 1 سنتيمتر. البلاس براي احنا قلنا انه جاي من ورا الريتنا، هو سنتر الريتنال ارتري، ومن ورا يبقى بورد بوستيريور سيلري ارتري. زين الكلام ده؟ زين، سليم الكلام ده، يبقى سيركل اوف زين اللي هي جاي منين؟ من الشورت بوستيريور سيلري ارتري. دوت الجزء الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف بالكورس، بالكورس بالبلاد سبلاي باللينس. نخش على الجزء الثاني، الجزء الكلينيكال بقى، اللي هو الاوبتيك نيوروباثي. الاوبتيك نيوروباثي قال لك دوت اي ديزيز بيصيب الاوبتيك نيرف. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده؟ قال لك حاجه، يا اما اراده ربنا عز وجل، هيريديتري، مولود بيها، ليبرس اوبتيك. مهم الاسم ده، بيتكرر كذا سؤال، ليبرس اوبتيك، ليبرس اوبتيك، ليبرس اوبتيك. انت مولود حر، ليبرتي، حر، مولود حريه، ليبرس اوبتيك. بعدين انفلاميشن. طب الانفلاميشن ده جاي منين؟ ممكن يجي من انفكتيف، ممكن يجي نون انفكتيف. نون انفكتيف زي ايه؟ ديمايلينيشن، حاجه هل ده فيها انفكشن؟ طب لا، ديمايلينيشن. التوكسيك، هل لما يجي، لما انت بتستعمل حاجه معنى كده انك اتعديت؟ لا، التوكسيك زي ايه؟ ممكن تباكو بالسيجار، سيانيد. السيانيد يعمل ايه؟ يضرب الفيتامين بي. الايسايل، الايسايل يعمل ايه؟ يعمل افيتامينوزس. الميسايل، الميسايل يعمل ايه؟ انوكسيا. هفرق بين الايسايل والميسايل ازاي؟ الايسايل ده للاغنياء، الناس النظيفه بتشرب الكحول النظيف، يبقى فيتامينات رفاهيه، افيتامينوزس. انما الميسايل الناس مش قادره تشم الهواء اصلا، انوكسيا. سام ميديسين زي الكينين، الكينين بيعمل، بص كينين، كي 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 كينين، اوك 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 اوكولوجن، سنتر ريتنال ارتري اوكولوجن. عايزك كمان تقول لي نيوتريشنال، عايز تقول لي فيتامين بي 6 لما بيقل بيعمل توكسيك امبيلوبيا. عايزك كمان تقول لي ممكن يحصل اسكيميا. الاسكيميا دي ممكن تبقى يا ارتريتك يا نان ارتريتك. الارتريتك ده ارتريتك يبقى ارترايتس، والارترايتس ده هو الموست كومن، وبتسبب اكيوت سيفير، بتسبب اكيوت سيفير لوس اوف فيجن، بتسبب اكيوت لوس سيفير اوف فيجن. وممكن تبقى نان ارتريتك ولا نان ارتريتك دوت حاجه بقى في الشرايين برضو، في الاوعيه، في الاوعيه، بس ايه؟ اثيروسكلروزز، اثيروسكلروزز، تصلب في الشرايين. جميل كده. ممكن تبقى بقى انفكتيف، انفكتيف زي ايه؟ قول بقى الفيروسات اللي انت عارفها، هيربس زوستر، انفلونزا، الكلام اللي انت عارفه ده. طب لو هنقسمهم الانواع بقى في الكلينيك، التايبس بتاعتهم، قال لك ممكن يا اما في الهيد بابل لايتس. بص، بابل لايتس بتخبط راسك في الحيطه، في الباب، في باب الحيطه، بابل لايتس، يبقى في الهيد. يا اما يبقى مستخبي ورا خالص، ما بنشوفوش الا بالاوفسالمو، ما بنشوفوش حتى ما بنشوفوش بالاوفسالمو سكوب، ده مستخبي، ده ريترو بالبر، ريترو بالبر نيورايتس. جميل كده يا جماعه. طب بالنسبه للبابل لايتس، البابل لايتس عايزك تقول لي قصه كده هنحفظها مع بعض. عايزك تقول لي ان في لعيب كوره اسمه ماركوس بيحب شيري، بيت ماركوس وشيري. ماركوس ده لعيب كوره بيلعب في الوينجات، سوينجينج فلاش لايت، اضواء الشهره. لا، بيلعب في الملاعب الكبيره، الملاعب الاوروبيه، يبقى سوينجينج على الاطراف كده، سوينجينج فلاش لايت، لعيب كوره. فقال لك دوت لعيب الكوره دوت بيركز، بيبص بعينه كده، بيضيق عينه، تركيزه كله في عينه، في البيوبل، هي اللي بتوسع في الاضواء، هي اللي بتوسع في الضلمه، هي اللي بيحصل لها ميوزس، بتنكبش وتنقبض في الاضواء الشهره والسوينج فلاش لايت. فده اسمها ايه؟ ماركوس جن. حتى الجن بتطلع نار، بتطلع نار، فبالتالي تعمل ايه؟ ريلاتيف افرنت بيوبلري ديفكت سوينجينج فلاش لايت، فيعمل لها سلاجش بيوبلري رايت. نعيدها تاني، ماركوس جن، ماركوس جن دوت لعيب كوره بيجري سوينجينج فلاش لايت تيست، سوينجينج فلاش لايت تيست،
اجواء الشهره وهو لعيب كوره اصلا سوينجينج فلاش لايت تيست سوينجينج فلاش لايت تيست ودوت قلنا حتى البنادق الجن بتطلع ايه؟ بتطلع نار والنار دي هتاثر على العين تعمل لنا سلاجش بطيئه متوتره مش مظبوطه يعمل لنا سلاجش بيوبلري رايت رياكشن سلاجش كل ده بسبب الرعب والفزع اللي هو فيه ما بيعرفش يتصرف قدام الجون هو وينج بس وينج خايب حتى في الاخر هقول لك في خايب ليه كمان اقول لك خايب ليه لانه بيجري كتير على الفاضي دم كتير هايبرميا من كتر الجري بيتعب بسرعه بيجي له ايدينا هو خايب سلاجش سوينجنج فلاش لايت تيست وعايزك كمان تقول لي انه حتى يوم ما بيجيب تجوان بيجيب اقل من هاتريك اقل من ثلاث تجوان يوم ما بيجيب صلاح بيجيب سوبر هاتريك اربعه خمسه وعايزك تقول لي ان الرؤيه بتاعته لانه لعيب فاشل لعيب سلاجش لعيب بيخاف من الجن لعيب بيلعب على الاطراف بيجيب اقل من هاتريك عايزك تقول لي كمان انه بلرد الديسك مارجن بلرد والفينز تورشوس عايزك تقول لي كمان ان في انه بيلعب في اجواء ساعات بتكون وحشه لما بيروح يلعبوا في افريقيا مثلا مع غانا مثلا هو بيلعب في ملعب اوروبيه بس ساعات بيروح يلعب مع غانا في ملعب غانا مثلا ماتش ودي يبقى عايزك تقول لي ممكن يحصل يقابل عاصفه رمليه العاصفه الرمليه دي اسمها ايه؟ داستي فيتراس اوباسيتي عتمه بيبقى الملعب من كتر الشباريخ ومن كتر التراب داستي فيتراس اوباسيتي ويبقى في سنترال سكوتوماتا سنترال سكوتوماتا هو بيلعب على الاطراف ايه اللي هيجيبه في النص؟ ايه اللي هيجيبه في السنتر؟ ما بيقدرش ما بيشوفش في السنتر سنترال سكوتوماتا ويا اما سنتر سكوتوماتا ديت يا اما تبقى نايت بلايندنس لكل كلر بلايندنس للريد والجرين يا اما تبقى ابسوليوت وعايز ليه قلنا بقى انه ماركوس بيحب شيري ماركوس وشيري لان عايزك تقول لي ان ماركوس خسر علاقته انتهت بحبيبته اللي فاتت شيري ايه شيري دي؟ شيري ريد سبوت الموجوده في الريتنا موجوده في الريتنا بتخسرها ليه بقى؟ لان بيحصل لوس اوف كونتراست سنسيتيفيتي ان ايرلي ساين لوس اوف كونتراست السؤال ده مهم جدا واتكرر كتير ايه اللي بيسبب اللوس اوف كونتراست سنسيتيفيتي ان ايرلي ساين تقول له بابل لايت مع الكوسكان وسوينج وفلاش لايت وفيترس وباستي كل الكلام ده انت قلناه وعايز تقول لي ان في ديفكتيف كلر فيجن قلنا في ديفكتيف كلر فيجن قلنا ممكن يحصل سنتر سكوتوماتا قلنا الكلام ده كله جميل يبقى ممكن يجي له عنق الوان بعد ما خسر شيري اللي هي شيري سبوت نتيجه للوس اوف كونتراست سنسيتيفيتي هو شيري سبوت جت منين؟ من الكونتراست سنسيتيفيتي في الايرلي ساين هو فقدها فقد السكوتوماتا فقد السلاجش فقد كل حاجه حلوه وحتى عتمه رمليه وعتمه رمليه فيترس داستي اوباسيتي وبلارد ديسك مارجن جميل كده طب بالنسبه للريترو بالبر نيورايتس ات شوز سيمبتومز عايزك تقول لي ان الريترو السيمبتومز بتاعته بتبان في ايه؟ انت لما بترجع لورا ريترو يعني واحد بيرجع لورا تخيل واحد بيرجع لورا بعد ما اتحرك لقدام مش بيتعب بيحس بالم نفسي بيحس بالم عضلي لازم يحس بالم دوت نتيجه انه بيتحرك اول ما بيتحرك بيحس بالم يبقى اكيوت ريترو بالبر نيورايتس وبيتحرك فين؟ بيتحرك من الاليفيشن والادكشن ليه؟ ان السوبيريور والميديان هما اللي بيتصابوا اعلى حته فيك تفكيرك مخك دماغك هي اللي بتتصاب والريترو بالبر نيورايتس واكيوت ريترو بالبر نيورايتس والميديال نتيجه انك الميديا انت بتتحرك كلنا بنحب نتحرك ناحيه الوسطيه محدش بيحب يتحرك لاترال فانا بتحرك الوسطيه بعد ما كنت اتحركت قدام بتعب بوجع برجع تاني ما كنت برجع تاني للمكان اللي كنت فيه من زمان لا لازم في بين بالنسبه للكرونيك ريتروبالبر نيورايتس هنخلصها في دقيقه واحده بس كده هنقول ان في توباكو هي اسمها توكسيك امبيلوبيا ممكن تيجي منين؟ ممكن تيجي من التوباكو بص توباكو سيجار سيانيد فيتامين بي 12 12 لكن ما تقوليش سجاير لا سجاير ما تجيش مع سيانيد لكن سيجار سيانيد لكن سجاير لا بعيده خالص عايزك تقول لي ان بيحصل واحد من كتر ما بيشرب سجاير بيجي له انيميا بيجي له تصلب في الشرايين بيجي له مشاكل في القلب في الفيسلز ما بتبقاش صحته كويسه بيحصل له بالور انيميا وبيحصل له ايه؟ برضه سنترال سكوتوماتا زي ما قلنا فين؟ قلنا سنترال سكوتوماتا دي فين؟ بالظبط برافو عليك مع الماركوس كان في البابلايتس عايزك كمان تقول لي ان في تريتمنت واحد عنده فيتامين بي ناقص فيتامين بي 12 ناقص ادي فيتامين بي انجكشن حقن فيتامين بي موجوده في السوق متوفره الايسايل الكحول قلنا الايسايل ده فيتامينوز طب قلنا الايسايل دي انوكسيا طب قلنا الكينين قلنا دي سنترال ارتري اوكلوجن قلنا دي سنترال ارتري اوكلوجن بص كينين اوكلوجن طب دي ميلينيشن بالنسبه للدي ميلينيشن
انت نبدا نشوف بقى، انت نشوف الغطاء بتاع النيرف تشين اللي بيحصل بعد ما بيعدي اللامينا كريبلوسا زي ما قلنا، بنشوف الرنين المغناطيسي ام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايماجينج. ممكن نشوف نيوتريشنال ديفيشنسي عن طريق فيتامين، عن طريق نيوتريشنال فيتامين بي 1 ده نادر جدا، نادر جدا، غير فيتامين بي 12 المتوفر دوت اللي بناخده في حقن كتير دوت موجود في السوق، لا فيتامين بي 1 دوت هو النيوتريشنال ديفيشنسي ويسبب قلنا لو في نيوتريشنال ديفيشنسي يبقى في تمبورال بالور. وقلنا الارتريتك، الارتريتك بتبقى مع الهايبرتنشن طبعا، طبعا في اثيروسكليروسيس، ايه اللي بيسبب الاثيروسكليروسيس زي ما قلنا هايبرتنشن دايابيتس وبس والكلام ده. الفندس اكزامينشن ابيرس نورمال في الارتريتك، عايزك تقول لي اللي بيحصل سوولن في الارتريتك، طالما في انفلاميشن يبقى في اكيد اديما، عايزك تقول لي ابدا اتاكد انت بقى ان في التهاب، ان في اسكيميا، ان في جزء معين في مشكله، قال لك عن طريق بايوبسي او طالما في التهاب يبقى اللي فيت اي اس ار او بايوبسي، يبقى بايوبسي اشيل حته يا اما اي اس ار بالتحاليل، وطالما في التهاب واسكيميا دي هنشوفها فين؟ بص تمبورال، سيبك بقى من السنتر سيكال والكلام ده، تمبورال يبقى الجزء، الجزء اللي هو من اول السبيسيفيك ديتيلز اباوت ديفرنت ايثيولوجيكال فاريتيز اوف اوبتيك نيوروباثي، قلنا تمبورال بالور، تمبورال بالور وتمبورال بين على تمبورال ارتري، بين على بين على تمبورال ارتري. جميل كده؟ نخش على الجزء البابيل ديما. نخش على بقى، نخش على البابيل ديما نكمل مع البابيل ديما شويه. البابيل ديما اسبابها حاجه بسيطه جدا، البابيل ديما ديت هي اهم حاجه فيها المقارنه، بس عايزك تقول لي ان في عايزك تقول لي برضو في حاجه نسينا نقولها، ان في في الكرونيك، حاله كرونيك دي حاله مزمنه، مزمنه، واحد بيشرب سجاير، واحد فايتامين ناقص، هل الفايتامين هيأثر على العين وعين؟ لا لا طبعا، يبقى باي لاترال، لكن اللي فاتت قلنا بيلعب على وينج واحد، وينج واحد سوينجينج، يبقى في يبقى في يبقى في الـ في الاكيوت او في الـ في الاكيوت وفي البابيلايتس، في الاكيوت ريتروفالبر والبابيلايتس قلنا لو بيلعب على وينج هل هيلعب على وينجين؟ اكيد وينج واحد، يون لاترال، يون لاترال اه على عين واحده، انما ايه؟ انما في في الكرونيك، في الكرونيك بتبقى موجوده في العين، في العينين. بالنسبه للبابيلديما، البابيلديما ليها اسباب، هي نون انفلاماتري اديما، نون انفلاماتري باسيف. طب يعني طالما 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 مفيش، ايه الاسباب بتاعتها؟ يا اما انترا كرينيال جوه المخ، يا اما بره المخ. انترا كرينيال او اكسترا كرينيال، غالبا 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 انترا كرينيال، هو المخ هو اساس، لان كل شغلنا في النيرفات غالبا في المخ، يبقى غالبا في المخ. عايزك اهم حاجه تقولها لي، بناين هايبرتنشن في الفيميل من 20 ل 30 سنه. اتس ايديوباسيك. والكافيرنا سايلس روبوزس وكل مشاكل بقى المخ، بقى المخ انت عارفها، سب اركنويت هيموريج انيوريزم انترا رينال انيوريزم ابسس، مشاكل المخ انت عارفها. طب دلوقتي في مشكله في المخ، في ابسس في المخ، تتوقع اللي هيحصل؟ انكريس انتر كرينيال بريشر، يعمل لنا ايه؟ بروجكتايل فوميتنج، بروجكتايل فوميتنج هيدك، جميل جميل كده. طب بالنسبه للاكسترا كرينيال، الاكسترا كرينيال بقى هتلاقي ايه؟ مالجنت بقى، حاجه مالجنت، طلعنا بره خالص، بره بره الفصل خالص احنا كده بقى، مالجنت هايبرتنشن، مش بناين بقى، مش مش ايديوباسيك، بناين بتاع البنات من 20 ل 30 سنه. وسنتر ريتنال ثرومبوزس، شغل بقى بره المخ خالص بقى، سنتر ريتنال ثرومبوزس واكيوت هايبوتني. الكلينيكال بيكتشر يا اما بابيلديما، في 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 البابيلديما قلنا تبقى ايه؟ بايلاترال، بايلاترال زي زي ايه؟ زي الكرونيك بالظبط. يبقى ايه الكرونيك؟ الكرونيك ريتروبالبر وبابيلديما بايلاترال، الاكيوت ريتروبالبر وبابيلايتس يونيلاترال. وعايز تقول ان في ترانسيانت اتاك اوف فيجن بس اقل من دقيقه واحده، يبقى في البابيلايت، في البابيلدينا اقل من دقيقه واحده، دي هتفرق بعدين، هتفرق بعدين، هنقولها بعدين. الفندس دلوقتي فيه، دلوقتي في اديما، بس في اديما تتوقع الاديما تعمل ايه؟ في كاب دلوقتي، في فراغ، كاب كيس كده فاضي من جوه، اديما هتعمل ايه؟ هتسده اوبليتريشن، وبعدين يحصل احتقان في كونجيشن، وبعدين الاحتقان فيه يبدا يفور ويطلع لفوق الليفيشن. وقال لك هنا بقى ايه؟ اكتر من 3 دايوبترز، اكتر من 3 دايوبترز، بس لما بتحصل بتحصل بالتدريج، يعني بيحصل بيحصل ليشن خفيفه،
غالبا نورمال. وما بتحصل في ايه؟ في الفوكس اوف فيسلز، في الفوكس اوف فيسل، لكن باقي الريتنا بتبقى سليمه. طب بالنسبه للفيجوال اكوتي، الفيجوال سيمبتومز بتقعد على فترات طويله، يعني بتستوي على فتره طويله جدا جدا، وبالتدريج جرادوال، ولما بتفقد ترانسيانت اتاك اوف لوس اوف فيجن واقل من دقيقه. طب دلوقتي بعد ما حصل اوبليتريشن وكونجيشن والليفيشن، بعدين بعد كل ده ايه اللي هيحصل؟ اخر حاجه هتحصل هيموريدج، نزيف بقى خلاص، ده حصل اديما فرقعت والليفيشن وارتفعت وكل حاجه، يحصل ايه في الاخر؟ هيموريدج. الهيموريدج ده يعمل لنا ايه؟ يبدا يعمل لنا بقى منظر غريب، سبحان الله، ماكولار اديما. الماكولار اديما ديت على شكل فان، شكل المروحه، المروحه ديت شبه النجمه بس مش كامله، في فراغات بين كل واحده وواحده كده، مش شبه النجمه كامله بس ماكولار فان، انكمبليت ماكولار ستار. وكمان بيبقى فيه كاتن وول باتش. نتيجه ايه؟ نتيجه قلنا في اديما وفي ميه وفي اليفيشن وفي هيموريدج، هنجيب قطنه بقى نمسح فيها الدم، يبقى كاتن وول باتش. صعبه دي مولانا، صعبه دي يا سيادنا. وبيحصل انلارجمنت للبلايند سبوت، مهمه دي، انت بيحصل انلارجمنت للبلايند سبوت، بابيلي اديما نتيجه واحد عمال بيخبط على الباب، من كتر ما خبط على الباب، من كتر ما خبط بايده على الباب وخبط براسه على الباب، ومن كتر ما حصل هيموريدج، ومن كتر ما حصل بيبدا يحصل ايه؟ انلارجمنت للبلايند سبوت. احنا قلنا بيحصل من 3 ل 6 دايوبترز فرق في جزء معين في الفوكس اوف فيسلز اون توب اوف ديسك. لكن البيوبل غالبا طبيعيه جدا، زيها زي الفيجوال سيمبتومز، ما بتاثرش غير على فترات بعيده. يبقى البيوبل ما بتاثرش الا لو حصل اوبتيك اتروفي. اوبتيك اتروفي دي قصه ثانيه خالص بقى، لا ده انا دمرت بقى، ده انا اتدمرت، انا انتحرت. يبقى لو هنفرق بين البابليديما والبابلايتس، البابلايتس قلنا ايه؟ تبقى يونيلاترال، الواحد بيلعب على الاطراف سوينجنج وينج واحد. لكن البابليديما بايلاترال. السيمبتومز قلنا في انتركرينال فيريشن غالبا بيزيد تنشن مارك، لكن في البابلايتس ماركت فيجوال ديتيريشن بيبقى واضح جدا. احنا قلنا في ايه؟ قلنا في سنترال سكوتوماتا، وقلنا في داستي فيتراس اوباستي، وقلنا حاجات، وقلنا سلاجش، وقلنا تشيري ريد، وقلنا لوس اوف كالر فيجن، وقلنا كلام كتير. يبقى فيجوال ديتيريشن بيبقى كبير في البابلايتس. البيوبل قلنا نورمال زي لسه قايلين فوق الا لو حصل اوبتيك اتروفي، لكن في البابلايتس بيبقى سلاجش زي ما قلنا. الفاندس هل هنا قلنا في عاصفه رمليه؟ مفيش. في البابلايتس قلنا في عاصفه رمليه لما بنروح نلعب في غانا مش كده؟ الفيلد اوف فيجن بيحصل ايه؟ نورمال في الايرلي كيسز، بعدين يحصل انلارجمنت للبرايت سبوت، بعدين يبدا خلاص يحصل كونتراكشن. لكن في البابلايتس هي سنتر سكوتوميتا غالبا بتبقى للكالر فيجن، للكالر بلايندنس ريد وجرين. بالنسبه بقى نتكلم عن الاوبتيك اتروفي، الاوبتيك اتروفي اربع انواع هنميز بينهم في الاوبتيك ديسك كالر والايدج الايدجز يعني الاطراف الحواف والكب والريتنال فيسلز. بالنسبه للبرايمري بيجي منين اصلا؟ يا اما حاجه مولود بيها، حاجه برايمري، انت لسه طفل نزل من بطن امه دخل مدرسه ابتدائي، برايمري، يبقى حاجه كونجينيتال، سيفلس، كومبريشن باي تيومرز، كومبريشن باي تيومرز، طفل لسه مولود مثلا يحصل له بتويتري وهو لسه بيكبر بتويتري نيوبلازم. بس الكامنست كوز هو المالتيبل سكلروزز. بالنسبه للسكندري، لا السكندري يعني حاجه عقبت على حاجه، ايه بقى اللي عقبت عليها؟ قلنا بابليديما ممكن يحصل بعدها ايه؟ اوبتيك اتروفي، يحصل جمهور، يبقى دي سكندري، دي حاجه ورا حاجه، لسه شارحين بابليديما دخلنا على اوبتيك اتروفي، حاجه ورا حاجه سكندري. طب بالنسبه للكونسيكوتيف، بالنسبه للكونسيكوتيف، لا الكونسيكوتيف بقى دي قصه ثانيه، ده احنا طلعنا من الاوبتيك كونسيكوتيف، كنا اخذنا الريتنا، كنا اخذنا كرويد، قصه ثانيه خالص، كنا بقى كونسيكوتيف، لكن جلوكوماتس زي ما واضح الاسم ديت جلوكوما. التريتمنت لا، ويقول لك ليها تريتمنت فعال، قول له مالوش تريتمنت فعال، نحاول نعالج الكوز على قد ما نقدر في البدايه، بعد كده مفيش، لكن هي الاوبتيك اتروفي ده ضمور، دمرت خلاص، دمرت، هرجع اقول له اكبر اصحى تاني فوق، لا صعب. البرايمري بالنسبه للكلر بتاعه، بص برايمري وسكندري الاثنين جراي،
لكن كونسيكوتيف ريتنا، الريتنا الريتنا دي كنا من كتر ما كنا رمينا الريتنا من زمان الكلاب اصفر بقى يلوش، لكن الجلوكوماتس لا، الجلوكوماتس بيل. ليه بيل؟ لان ده بريشر، والبريشر انترا اوكلا بريشر واكوس فيومر، والاكوس فيومر دوت لونه بيل كده فاتح جميل. لكن نخش على الاطراف الايدجز البرايمري، لا ده لسه نازل من بطن امي متشكل صح، ربنا خلقني صح ويل ديفايند. في السكندري لا، ده انا جاي من قديمه، ده انا طالع جزء امي، ده انا ايل ديفايند. الكونسيكوتيف، الكونسيكوتيف بص انا ريتنا يعني بص لسه شارب ديفايند. الجلكوما، الجلكوما لا بص انا مشكلتي كلها في شويه بريشر، شويه بريشر، لكن الاطراف لا سليمه، الاطراف سليمه ويل ديفايند. يبقى السكندري وبرايمري متشابهين في الاوبتيك، والجلوكوماتس وبرايمري متشابهين في الايدج. البرايمري متشابه مع اثنين في حاجتين، الكب السوسا شيبت اند نوت ديب في البرايمري. في السكندري زي ما قلنا بيحصل اوبليتريشن، بيحصل انيفيشن، بيحصل كونجيشن، بعدين يحصل هيموريج، بعدين يحصل بعدين يحصل خد ثانيه واحده كده بس، قلنا بعدين يحصل في الاخر خالص المكدر قديمه بعد الهيموريج طبعا قلنا بلاد، ويحصل كاتن وولز باتش، ابي اجيب قطن يمسح بيه الدم الهيموريج. الريتنال فيسلز في البرايمري، البرايمري لا انا مشكلتي في قصه ثانيه خالص، انا اتروفي نتيجه الاسكلروز في الريتري، الفيسلز زي ما هي، الريتنا في زي ما هي. السكندري لا ده نعمل قديمه كونديشن هيموريج اتنويتد، لكن الكونسيكوتيف لا ده انا طالع بص امي في الريتنا، ده انا مش شغلتي اساسا في الريتنا، لا ده انا مارك هيدلي سنت. في الجلوكوما في بريشر، والبريشر دوت ممكن بص انتربتد يقطعها شويه كده، مش كلها انتربتد على اجزاء على مراحل. اخر حاجه المانيفستيشن اوف برين تيومر، المانيفستيشن اوف برين تيومر في باينس، باين فلور وباين سكاي. بص باين فلور نبدا من اخر حاجه، فلور يعني ايه؟ يعني على الارض، فلور يعني على الارض. انفيريور كوادرنتوبيا ده برين تيومر، ده المخ الكبير خالص اتصاب، يبقى ايه مش هيموروبيا، ده كوادرنتوبيا المخ الكبير اتصاب. وقلنا طالما فلور يبقى على الارض يبقى انفيريور، طب هل الانفيريور هيفضل واطي على طول؟ مش بيصيره يكبر ويعلى؟ هيعلى يروح فين؟ هيعلى يطلع على الابر، الابر فايبرز اوف اوبتيك راديشن اوف برايتن لوب، جميل كده. يبقى الفلور بوت فلور يبقى ارض، يبقى انفيريور، انفيريور كوادرنتوبيا ده المخ الكبير، كوادرنتوبيا الاربع فصوص، الفصوص الفصوص المخ، المخ الكبير مسيطر، كوادرنتوبيا انفيريور كوادرنتوبيا هومينوس هومينوس انفيريور كوادرنتوبيا. هل الانفيريور هيفضل انفيريور ولا لازم يطلع لفوق شويه؟ هيطلع لفوق شويه الابر فايبر اوف برايتن، برايتن لوب. لكن لكن التمبرال، التمبرال دي باين سكاي، باين سكاي نبدا من فوق خالص، سكاي يعني سما، يبقى سوبيريور، سوبيريور كوادرانتوبيا. هل سوبيريور ده هيفضل فوق على طول، هيطلع فوق ايه فين اكتر من كده؟ هينزل تحت شويه للور بارت اوف اوبتيك راديشن التمبرال لوب. بعدين نقول عايز اقول لك ان في حاجه اسمها امتى اللي يحصل فقدان البصر، مهمه جدا 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 دي، اهم حاجه فيها الاميروزس فوجاكس، بيحصل لكبار السن، كبار السن في اليابان في فوق جبال فوجا فوجي عندهم التصلب شرايين كبار في السن اولد اسيروسكليروزس. دي بتدوم لمده ايه؟ بتدوم لمده دقائق وبتنزل على شكل ستاره كده، منظمين اليابان بيحبوا يتفرجوا على مسرحيات وكونان، ستاره كبيره كده بتنزل من فوق لتحت، يبقى الغمامه بتنزل على عينيهم من فوق لتحت على هيئه كرتين، على هيئه سجاده او ستاره، وبتدوم لمده دقائق، ولما بتيجي بتخف، بتخف من تحت لفوق، تترفع الستاره من تحت لفوق. طب لو مع المايجرين مع الصداع، يبقى في صداع اكيد، بس ممكن تحصل من غير صداع، بس هي غالبا بتيجي معاها اولويز مع هيدك، بس اولزو ات مي اوكير وزود هيدك، يعني مش معنى انها مع صداع انها بتيجي مع من غير الصداع، مش معنى انها صداع انها لازم تيجي بصداع، هي بتيجي مع صداع. طب دلوقتي هي جت منين اساسا المشكله ديت؟ نتيجه ان الدم ما وصلش كويس، الدم ما وصلش كويس للعين نتيجه الصداع النصف دوت، الانقباض اللي بيحصل في المخ دوت، الدم ما وصلش، حصل ريتنال فاسو كونستريكشن وبدون لمده دقائق. في حاجه اسمها هاي انتراكرينيال بريشر زي اللي خدناها في الباليديما، اللي هي بتدوم لمده ايه؟ اقل من دقيقه واحده زي ما قلنا. في حاجه اسمها هورنر سندروم، الهورنر سندروم مهمه جدا 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 جدا، لازم يسال في الامتحان، لازم المانيفستيشن بتاعتها مايوزيس، انقباض، انقباض باراليزيس في الدايليتور، بيحصل انقباض وانكماش للبيوبل، فبالتالي البيوبل ما تقدرش ابديليت او انكمبليت دايليتيشن، ما تقدرش هي اتشلت خلاص، ما تقدرش تتوسع في الضلمه زي ما بيحصل في الضلمه او في حالات الخوف والرعب، بتحتاج تفتح عينك اكتر، توسع عينك اكتر، تشوف رؤيه اكتر. هي انا ما بقدرش دلوقتي لان مشلوله، بيحصل توزس كمان، بيحصل عن طريق 1 2 ملم، نتيجه لايه؟
للمولر، هيقول لك ليفيتور ليفيتور واللي مش ليفيتور مولر مولر يا فندم مولر، لان سيمباثيك، لان سيمباثيك ايه ليجن في السيمباثيك سبلاي مش في الليفيتور، يبقى في المولر يا فندم. وفي ابارنت انوسنس، العين بتدخل لجوه واضحه جدا، وبتيجي مع كمان مع فراكشر اوف فلور اوف اوربت مهمه جدا وبيسالوا فيها كتير، ويجي ان هايدروزيس. ممكن ساعات يحصل ايه الايريس تبقى هايبو بيجمنتد، عينك تبقى بيل شويه. ودوت كل اللي كنت عايز اقوله في الشابتر دوت. شكرا جزيلا جدا جدا جدا، كان معكم احمد مصطفى طارق طب سنجاره 2020. كل الشكر ليكم.